اكيد الله يكون معاهم لاعبي الترجي ولاعبي النادي الاهلي في مثل هذه المواقف المعنويه. 8 دقائق من نهايه الشوط الاول، كمان زعيم يعطي كره ممتازه ويتقدم سلامه ويساوم. جول 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 جول، الهدف الاول للترجي الرياضي التونسي. سلام القزداوي يطير ويحلق في الفضاء ويصوب على طول في شباك الحارس امير عبد الحميد. هدف لصفر للترجي الرياضي التونسي. انتفاضة الاحمر والاصفر في هذه اللحظات امام حامل اللقب للمرة الاولى. النادي الاهلي يخضع للتسجيل وقبول هدف، والهدف جاء للمرة الثانية بفريق تونسي، وهذه المرة الترجي الرياضي التونسي. شوف كورة بالمليمتر بالمليمتر من كامل زعيم لسلام القزداوي، وعلى طول على مستوى القائم الاول يضرب بقوة ويفاجئ الحارس امير عبد الحميد ويعطي اسبقية ترجية اكثر من مستحقة. هدف لصفر للترجي، والترجي يعود من بعيد. الترجي قلنا مشاهدينا الكرام يبقى من كبار القوم، وكبار القوم يمرضون ولا يموتون بين ظفرين، طبعا على المستوى الرياضي وليس على المستوى الحياتي. الترجي ينتفض، الترجي يسجل، الترجي في حوار العمالقة. افتكاك الكرة ممتاز من كمال الزعيم، كمال الزعيم إلى سلام القزداوي، سلام القزداوي بإمكانه تصويب، سلام القزداوي والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي، بإمكانه تصويب والتسجيل سلام القزداوي. ممتاز جدا سلام القزداوي. فريق افتكاك الكرة ممتاز من كمال الزعيم، كمال الزعيم إلى سلام القزداوي، سلام القزداوي بإمكانه تصويب، سلام القزداوي والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي، بإمكانه تصويب والتسجيل سلام القزداوي. ممتاز جدا سلام القزداوي. مانويل جوزي، وسيكون اكيد على حساب حسن مصطفى، والنادي الاهلي يلعب ورقه هجوميه في وسط الميدان على حساب متوسط ميدان دفاعي، وبالتالي لم يبقى الا لاعبين.